حسه مادة دكتور جواد. مادة دكتور جواد كلها أشياء حفظية، هي صح بها قوانين، بس حتى قوانينها حفظ وتطبيقها مباشر. يعني مثلا complex value اللي هو جاما أو الواي، هذا قانون الار زاد جي أوميجا ال وجي زاد جي أوميجا سي كلها تحت الجذر اللي هو الألفا والبي. الألفا هو شنو؟ الريل مع الار، والبي هو الإيماجيناري. هذا نحفظ الرفلكشن كوفيشنت زت اوف زت ناقص زت اوتبوت، اللي هو زت اوف زت شنو؟ نقدر نقول زت لود. طرحن على مجموعهن، الفي اس دبليو ار هو واحد زائد مطلق الكوفيشنت على واحد ناقص مطلق الكوفيشنت. نجي هاي يصح لك حالات، في حالة الزت لود تساوي الزت اوتبوت، ايش راح يصير؟ هذا مساوي صفر على اي رقم؟ صفر. من هذه يصير صفر. الحالة الثانية زت لود صفر، هاي صفرت، شي يصير؟ سالب زت اوتبوت على موجب زت اوتبوت، شي يصير؟ سالب واحد. في حالة الزت لود ما لا نهاية، نجي بما انه ما لا نهاية شي نقول؟ ليميت زت لود ناقص زت اوتبوت على زت لود زت اوتبوت من ما لا نهاية. بما انه الزت لود قيمة كبيرة كلش مقارنة بالزت اوتبوت، فتختفي الزت اوتبوت تهمل، تبقى زت لود على زت لود، يطلع الناتج واحد. هاي الحالات مثلا ار لود تساوي صفر، الزت لود ايش راح يساوي لنا؟ جي اكس ال، جي اكس ال اعوضها هنا، هاي مباشرة تعويض، بس يقول التربيع مالتها واحد. هذني الحالات حفظ، هو قال حفظوها نصا لان انا اجيب لكم الاسئله نصا. فهل هيك حالات تحفظ؟ مثلا اكس لود صفر، اكس لود صفر معناها شنو؟ زد لود تساوي الار، اشيل زد لود احط الار، اشيل زد لود احط الار، خلصت الحاله. هذا هو مجرد تعويض. مثلا زد لود تساوي الار لود زاد جي اكس ال اللي هو الحاله الاخيره، مباشره تعويض، ار زاد جي اكس ال ناقص زد لود، ار لود زاد جي اكس ال ناقص زاد زد اوتبوت، هاي احط الريل بصف الريل والماجين بصف الماجين، خلاص الحال. هاي الحالات نفس الشيء هنا، القانون يقول لي الاكسبونيشال موجب جي بيتا ال هو الكوساين بيتا ال زاد جي ساين كوساين، العفو جي ساين بيتا ال، يعني الموجب كوساين زاد ساين، السالب كوساين ناقص ساين. الانبوت امبيدنس هذا قانون يحفظ، زت لود في كوساين زائد جي زت اوتبوت في ساين، الجوها نفسه بس شنو؟ حينقلب الزت لود بمكان زت اوتبوت، حيصير زت اوتبوت في كوساين زائد جي زت لود في ساين، كله مضروب بالزت اوتبوت. طبعا ما ننسى اهم شيء قانون بيتا شنو؟ 2 باي على لامدا، في حالة طعنا لامدا. نجي سبيشال كيسز، ال L مثلا لمدة على 2، شو نقول؟ نقول بيتا ال L شنو؟ 2 باي على لمدة، في لمدة على 2، لمدة ولمدة تختصر 2 و 2 تختصر تبقى باي، كوساين مالته سالب 1 والساين مالته 0، من اجي اعوض هذا سالب 1 هذا سالب 1 هذا 0 هذا 0، عوضت يبقى سالب زد لود على سالب زد اوتبوت، هذا يختصر يبقى سالب على سالب يروح، يبقى بس زد لود، ارسم له زد لود هذا الاوتبوت، ها خلصت الحالة. الحالة الثانية في حالة ربع مو نص، حيطلع باي على 2، الكوساين مالته صفر والساين مالته 1، احط هنا صفر احط هنا 1، عوضت هذا راح، الجي ويت جي راح، زت لود حيصير زت اوت والتربيع على زت لود، هذا الرسم مالته. بما انه زت اوت والتربيع على زت لود، الزت لود هنا ايش راح يصير؟ اف ذا لود امبيدنس از شورت سيركت، اذا كانت شورت الزت لود شنو؟ صفر، واي رقم على صفر ما لا نهايه، لذلك توصيل خط. الحاله الثالثه اللي هو الزت لود تساوي صفر، العفو الزت لود تساوي الزت اوتبوت، هنا من ساوت كلها حطيتها زت اوتبوت، هذا يختصر واحد تبقى بالزت اوتبوت. هاي الحاله. في حاله جي اكس ال اشيل ال جي العفو اشيل الزت لود حط جي اكس ال هنا وحط جي اكس ال هنا، طبعا جي اللي شو حصل؟ جي تربيع، لان هو اكو جي وضفت له جي، جي تربيع صار سالب.
هذا يحاول يبقى القانون هذا هو زيتلو جي اكسيل. في حالة الال اصغر بقليل من اللمدة، فمن توبه على اللمدة شي يصير تقريبا صفر. ليش؟ لان كلش قليل مقارنة باللمدة، فيصير صفر. كوساين الصفر واحد، كوساين الصفر صفر، احطينا واحد احطينا صفر تطلع زيت لود. هاي الحالات الريتورن لوس، هذا مهم. الريتورن لوس يقول ان قانون سالب 10 لوج الكوفيشنت تربيع، بس هو نفسه البي ريفلكشن على البي يعني اي ان سي. وهذا قانون الفي اس دبليو ار، طبعا ما لنا علاقة بهالاشتقاق. اهم شيء القانون شنو، واحد زاد الكوفيشنت على واحد ناقص الكوفيشنت، طبعا مطلق لازم نعرف، واللي هو فيزت ماكس على فيزت من. دائما الفيزت عدد موجب، ما يصير عدد سالب. اذا كان هذا صفر مطلق، ومثلا زت لود تساوي زت اوتبوت، الفي سي دبليو ار واحد. اذا كان هذا صفر والزت لود تساوي جي اكس ال في سي، هاي حالات هيك خاصة الديستورشن ليس لاين البيتا. طبعا هذا نجي ناخذه بعدين، شو راح ناخذ كل لاين وشنو خصائصه اللي هو بالهوم ورك اللي انطانا اياه. طبعا هنا انا اجى اشتقاق، هذا كلش مهم الاشتقاق. قال يجي هذا نص الاشتقاق، what the disposition taking place in long transmission line, state the condition to obtain dispersion less transmission line, verify your answer تحليليا analytically. فمن تحليليا المفروض او احفظ الشرط شنو هذا، اجي الحل شنو. طبعا مرات يجي بنا بروف في بي واحد على جذر اس، مو شرط هذا المنطوق اللي انا قلته قبل شويه. هيك نبدا الحل. ديستورشن لاين نعرفه، لان هو قال لنا وات ديستورشن لاين، عرفنا الديستورشن لاين اللي هو الفي بي اوميجا على بيتا، وير بيتا هو الايماجينري مال واي، وهذا الواي الوست لاين فيلوسيتي. هذا هيك يقول لي الفي بي دبليو ذس ها، يقول لي المشكله بالفي بي للدبليو. اجينا هنا هذا الدبليو، نسحب الال والسي عامل مشترك. من نسحب الال والسي عامل مشترك هنا ماكسي، فهيتقسم او ما سحب مسوها الطريقه. هنا شو مسوي؟ سحب الال منا العفو وسحب السي منا، فمن هنا راح، بس من هنا يصير R على L ومن هنا G على C، سحبهن صارت LC. قايل لي الشرط ال R على L هو G على C، فأنا هنا سويت ال R على L يساوي ال R على L اللي هو G على C كان هنا، سحبته كله برا. هذا مش شابه، من يصير تربيع تحت الجذر يطلع كله برا، يبقى تحت الجذر شنو LC. زين R على L زائد جي اوميجا تحت الجذر ال سي، اجي اوزع ار على ال في جذر ال على سي، ار بره جذر ال على ال حيصير جذر ال اللي جوا، فيصير جذر سي على ال. ومن اجي جي اوميجا في جذر ال سي ينزل نفسه. هذا فهمنا شلون صار المقام ال والباست جذر ال، الجذر يروح مال ال ويصير لي جوا جذر، فصار جذر سي على ال. هذا الواي الالفا مالته الريل اللي هو شنو هذا، والبيتا مالته الايماجينري اللي هو اوميجا جذر اس. فمن اجي اعوض الفي بي اللي هو الاوميجا على بيتا اللي هي الايماجينري، اوميجا على اوميجا جذر اس واحد على جذر ال سي، هذا هو المطلوب منه. هذا شرحيات طبعا قال تقروها. اسئله مباشرة على المادة transmission line that load ما لا نهاية or prove that the line impedance can be written، يقول لي اثبت ان z of z تساوي هاي القيمة. نجي نفس الشي الكوفيشنت هاي مالتنا
الزيت لود، بما انه الزيت لود ما لا نهاية مباشرة الليمت يطلع واحد حسب اللي اخذناه قبل فترة قبل شوية. الفي اوف زيت الموجب في اكسبونيشال سالب زائد اكسبونيشال الموجب، هذا قانون عندنا. اثنين في كوساين البيتا، هذا شلون صار من فكينا، هذا هم موجود نحفظه، هذا من الفك شي يصير كوساين زائد ناقص جي ساين، وهذا شي يصير كوساين زائد جي ساين، فناقص جي ساين وزائد جي ساين اختفى، بقى اثنين كوساين. هذا الاي راح يصير نفس الشي بس شنو سالب موجب، فهنا ايش راح يطير؟ راح يطير الكوساين ويبقى سالب اثنين ساين. هذا ما اعرف من جابها الصراحة، القانون شي يقول بما انه تيار الفي اوتبوت الفي زد تساوي في اوتبوت، بس الازل شي يصير في اوتبوت على زد اوتبوت، هالسبب صار زد اوتبوت. الاثنين عرفنا من جتي اللي هو الانسان بساين مجموعا سالب اثنين، الجي اللي هو ماس ساين، هذا من التفصيل من يتفسخ هذا يصير كوساين ناقص جي ساين، وهذا يصير كوساين زائد جي ساين، ويتوزع السالب عليه يطلع هذا الناتج. الزيت اوف زيت شنو؟ تقسيم هذا على هذا، الاثنين والاثنين تروح، الفي الموجب والفي الموجب تروح، كوساين على ساين، كوساين على ساين شنو؟ طبعا الزيت اوت تصعد لي فوق، والجي تصعد لي فوق صار موجبه، صار جي زيت اوت بوت. كوساين على ساين إيه هو مقلوب التان كوتان، صار الاثبات مالتنا. هذا الاثبات نجي وراء مثال الوراء نفس الشيء، طبعا هذا مثال ماخذي، يقول لي في حالة كان L على 4، هذا مثال ماخذي، هاي حيبقى أمثلة إحنا ماخذيها بس هو صايغة بشون منطوق وشون نطلع الحل. هذا نفس الحل في حالة كان صفر مو مالنا، فيها طلع سالب واحد وراح تصير الناتج تان وسالب مو كوتان. جربوا تحلوها بنفس الطريقة اللي شرحناها مال قبل شوية، هذا ويا شرح ننتبه الشرح في الصفحة التالية. الشرح مالته وين؟ هذا شرح example 2، هذا الشرح مالته مطلوب. هذا الأمثلة هو منطيها بالقلاس، هذا مثال أبي، هذا طبعا ما أخذيه قبل شوية بس هم قلنا الشرح مالته والمنطوق شلون نسوي في حالة كان نص، لما قلنا يطلع الزت نقن تساوي الزت L، فالشرحيات لازم تنقري لأن هو كاتبها بالقلاس روم ويا الأمثلة. شوف هذا المثال example 5، يقول لي ديزاين كوارتر ويف ترانسميشن، يقول لي 100 اللي هي الزت لود 100 لود، ويقول لي 50 اوم اللي هي الكاركترستيك امبيدنس هي الزت لود الزت اوتبوت، والفريكوانسي 10 جيجا، انا ما لي علاقه بالفريكوانسي، الزت اللي اريد نصممها الزت اوتبوت في زت لود تحت الجذر يطلع 70.71 اوم. هذا هو، هذا عرف ال distortion less وعرفت عن distortion less، ويقول لي اكتب القانون مالته في حالة الكوفيشنت. كتبت القانون مالته في حالة الكوفيشنت، وهنا انا مطيني حالات if the load impedance 128.8 والزد output هلقد calculate الكوفيشنت مباشرة تعويض ال VSWR مباشرة تعويض ال line ال retainer loss مباشرة تعويض تطلع هاي القيم، هاي كلها تعويض مباشر حسب القوانين. هناش قايل لي هنا بالعكس مطينا الريتر ليس 18 ويريد كل اللي طلعناها، بس نقلب القوانين نرجع منه، مو كنا هاي الخطوات نطبق هذا نطلع الكوفيشنت، وراها نطبق هذا نطلع الفي اس دبليو ار، وراها نطبق نطلع الزت، لان هنا يعطينا زت اوتبوت ويريد الزت لوت مباشرة نطبق قوانين طلع. هاي شرحيات هو قال تنقري، هذا اني شرحات. الهومورك اللي اعطاني شنو؟ قارن بين اللوس ليس لاين واللاو ليس لاين واللونج لوس لي لاين، هاي تنحفظ المقارنة في حالة اللوس هاي الواي والالفا والبيتا شلون يصير في حالة اللو الواي والالفا والبيتا، هذا حفظ. في حالة اللونج الواي والالفا والبيتا، اللونج شنو؟ قوانين عامة ما بي مختصرات، مو مثل
اللوس لاين اللي هو الار صفر والجي صفر نعوض، واللاولس اللي هو الار اقل بكثير من الاوميجا ال والجي اقل بكثير من الاوميجا سي، فنقدر نعوض. هاي المقارنة نقدر نحفظها بدون ما نحفظ الاشتقاق. هاي المقارنة نحفظ. الهومورك الثاني اللي هو نطاه شنو؟ نفس الهومورك الاول اللي هو من الطانة الزت لود 128.8. العفو مو الهومورك الاول، المثال قبل شوية اخذناه 128.8 والزت اوتبوت 100. وش قايل لي؟ كوفيشنت في اس دبليو ار ريتير لوس طلعناها، ونفس الشيء قلبناها في بس هنا كانت 100 صارت هناك، كانت 50 صارت 100. يقول لي عيد البارت الاول الكاركترستيك امبيدنس زت 100، هنا من يصير 100 ب 100 شي يصير 100 ناقص 100، 100 زاد 100 صفر على 200 صفر. الفي اس دبليو ار حيطلع واحد. الريتير لينس من يجي لوج صفر هنا لوج 10، انا ما عندي 10 للاس اي رقم ما يطلع لي صفر، من المستحيل 10 حتى للاس صفر يطلع لي واحد. فش اقول له نوت ديفاين بيكوز لوج الصفر ما معرف. الكويز الاخير اللي انطاني هو نفس المثال اللي قبل شويه قلنا عليه، مطيني طبعا عرف الريتير لينس بالبدايه ويكتب القانون مالته في حاله الكوفيشنت. يقول لي اذا كان عندك 18 دي بي الريتير لينس نفس قبل شويه احسب العفو لا اذا كان 18 دي بي الريتير لينس احسب الفي اس دبليو ار، كالكوليت ذا كروسبوندينج فاليو of the regression coefficient and the VSWR. نفس الشيء نطلع الكوفيشنت ونطلع ال VSWR وراها. يقول ها شغلة مهمة هم زي ما نسيتها، شلون نحول من اللوج؟ انا هسه طلعت قسمت ال 18 على 10 طلعت سالب 1.8، شلون احول اللوج؟ اللوج العشري هو 10 للأس سالب 1.8، يطلع لي هذا الرقم اجدره يطلع لي الكوفيشنت. من طلع لي كوفيشنت اقدر اطلع في اس دبليو ار. الفرح سي شي يقول لي؟ يقول لي كاركترستيك بيدك مالتك 50 مربوطه للزت لود، ايش قد كميه الزت لود حتى اطلع نفس قيمه الريفلكشن كوفيشنت؟ هنا ايش عندي؟ عندي الريفلكشن كوفيشنت الموجود انا اللي انا اطلعها 0.126، والزت لود هو الزت اوتبوت هو مطنيها 50، ايش قد يريد الزت لود؟ اعوض مباشرة عمليات حسابية تطلع لي قيمة الزت لود. لهنا خلصت مادة دكتور جواد.